السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد ودرس جديد من دروس مادة اللغة العربية. درس اليوم يهم الإملاء، وعنوان الدرس هو الشمسية والقمرية. إذن فابقوا معنا لشرح هذا الدرس. أول شيء يمكن أن نطرحه في هذا الشرح هو ماذا يقصد بال الشمسية وال القمرية. يقصد بال الشمسية والقمرية ال التعريف، لذا فسوف نتطرق إلى تعريف كل من الشمسية وحروفها وال القمرية، وكذلك التعرف على الحروف التي تأتي بعدها. أولا، ما هي الشمسية؟ الشمسية هي التي تكتب ولا تلفظ، لأنها تدغم بالحرف الذي بعدها، فيكتب الحرف الذي بعدها مشددا. إذن الشمسية هي اللي تنكتبها ولكن ما تنطقهاش. علاش؟ لأن هي تدغم في الحرف الذي يأتي بعدها. سنأخذ مثال لكلمات فيها الشمسية. إذن لاحظوا الذهب. لاحظوا هناك التعريف ال، ولكن لام لا تنطق، نقول الذهب. إذن لاحظوا الدال مشددة. مثال آخر، الصدق. كذلك الكلمة معرفة بأل، ولكن فأل تنطق ولا تكتب، عفوا، ولا تنطق، الصدق. وهنا يجب أن نتذكر أن الأحرف التي تأتي قبلها الشمسية هي 14 حرفا، وهي التاء ككلمة التوبة، الثاء ككلمة الثالث، والدال ككلمة الدرب، والذال ككلمة الذوق، والراء كلمة الرأس، الزاي في كلمة الزيت، السين كلمة السمك، الشين ككلمة الشمس، الصاد مثال الصياد، الضاد مثال الضرب، الطاء مثال الطبيب، الظاء مثال الظرف، اللام مثال اللسان، والنون مثال كلمة النسر. إذن هذه كلها كلمات فيها الشمسية. لاحظوا كتابة ال ولكن لا تنطق. يبقى أن نشير هنا إلى ملاحظة مهمة، وهي إذا كانت الكلمة مبدوءة بلام في الأصل ثم أدخلنا عليها ال، فإن الكلمة تصبح بلامين. يعني إذا كانت عندنا الكلمة في الأصل ديالها مبدية بلام ودخلنا على التعريف فإنها تصبح بلامين. نأخذ مثال لتوضيح. مثال لعبة، كلمة مبدوءة بلام، إذا أدخلنا عليها التعريف تصبح اللعبة. لاحظوا اللعبة هناك لامين. مثال آخر، لحم، إذا أضفنا عليه التعريف نقول اللحم. إذن لاحظوا جيدا اللحم لامين. ملاحظة أخرى، إذا دخلت لام الجر على كلمة مبدوءة بلام ومعرفة بأل، يعني تكون فيها تبدأ بالأل باللام ثم ندخل عليها أل، في هذه الحالة نقوم بثلاث خطوات.
أولها تحذف ألف الوصل، يعني الألف ديال التعريف تحذف. ثاني خطوة تدغم لام التعريف في اللام الأصلية، يعني ندغم اللام في اللام. وثالث خطوة يعوض عنها بشدة، هذاك الإدغام نعوض عليه ديك اللام اللي حذفنا اللي ضغمنا في اللام الأخرى، نعوضها بشدة نضعه فوق اللام الثانية. إذا كل هذا سوف نلاحظه من خلال مثال. لدينا مثلا لسان، كلمة تبدأ بلام نعرفها بأل، نقول اللسان. ولكن إذا أردنا إضافة حرف الجر للسان نقول للسان، لاحظوا لامين الثانية فوقها شدة. مثال آخر لحن، نعرفها بأل اللحن، وعند الجر نضيف لام الجر للحن للحن. وصلنا الآن إلى القمرية، وكتعريف للقمرية هي اللام التي تكتب وتلفظ ويكون الحرف الذي بعدها غير مشدد، بمعنى أنها نكتبها في الكلام ثم ننطقها. إذن نأخذ مثال علم، عند تعريفها نقول العلم. مثال آخر قلم، القلم. قمر، القمر. إذن لاحظوا جيدا أننا ننطق ال في التعريف. أما حروف ال القمرية فعددها 14، وهي على التوالي: الألف مثال الأسد، الباء مثال البدر، الجيم مثال الجبل، الحاء مثال الحقل، الخاء مثال الخلق، العين مثال العشب، الغين مثال الغابة، الفاء مثال الفهد، القاف مثال القصر، الكاف مثال الكأس، الميم مثال المهد، الهاء مثال الهدهد، الواو مثال الورد، ثم في الأخير الياء مثال اليقين. إذا لاحظنا جيدا فإن هذه الحروف عندما نعرف الكلمات التي تبتدئ بها فإننا نستعمل القمرية، يعني أننا نكتبها وننطقها. بهذا نكون قد تطرقنا إلى جميع ما يتعلق بكل من القمرية والشمسية، وعرفنا على الأحرف التي تكون قبل كل واحدة منهما. وإلى فيديو جديد ودرس جديد من دروس الإملاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.